بعد مشوار حافل بالنجاح شيع المصريون جثمان الفنان القدير فاروق الفيشاوي الذي رحل عن عمر ناهز 67 عاما وذلك إلى مثواه الأخير بمحافظة المنوفية. قدم الفنان الكبير الراحل أكثر من 270 عملا في السينما والمسرح والتلفزيون، من بينها أفلام الطوفان وقضية عم أحمد مع العملاق فريد شوقي والجاسوسة حكمة فهمي، وكانت بداية شهرته في فيلم المشبوه مع النجم الكبير عادل إمام، كما قدم العديد من الأعمال الدرامية التي لا تزال حاضرة في الأذهان، منها مسلسل علي الزيبة ودموع صاحبة الجلالة وغيرها. فاروق الفيشاوي حصل على بكالوريوس الطب وقبلها ليسانس أداب من جامعة عين شمس. هذا وشيع المصريون جثمان الفقيد من مسجد مصطفى محمود إلى مثواه الأخير بمحافظة المنوفية.